من بعد طول انتظار دام لأكثر من سنة من بعد ما أعلنت ماريانا غريب عن تحضيرها لأغنية خاصة بها، أخيرا أعلنت ماريانا وعبر آخر فيديو نزل على قناتها على يوتيوب عن اقتراب موعد تنزيل الأغنية واللي رح نسمعها قريبا جدا. أما نارين بيوتي فأطلت على المتابعين على انستغرام بها صورتين من اليونان بفستان باللون البرتقالي، وبالحديث عن اللون البرتقالي فإله مكانة كتير كبيرة بعالم اليوتيوبرز العرب من بعد قصة البرتقالة المعفنة، وأيضا دائما ما بيربط الجمهور باليوتيوبر غيث مروان نظرا لحبه لهاللون. فالتعليقات على بوست نارين بيوتي اللي شاركته أغلبها كان على هذا الموضوع. أحمد النشيط أعلن عن نهاية برنامجه اليوتيوبي احذر اليوتيوبر اللي استضاف فيه عدد كبير من اليوتيوبرز العرب، فشو رأيكم بفكرة برنامج أحمد النشيط؟ أما غيث مروان ففاجأ الجميع بانضمامه رسميا لعالم التيك توك، فعم يتفاعل بشكل كتير كبير على المنصة وشارك عدة فيديوهات كانوا مع لانا ولين وأسامة مروة وبرهوم معراوي. أما بيسان إسماعيل وبعد الهجوم والانتقادات اللي تعرضت لها بسبب فيديو فستان الدولارات اللي شاركته على يوتيوب، اختارت الرد بفيديو كامل على يوتيوب وضحت من خلاله أن النقود لم تكن حقيقية بل كانت من الورق المزيف. فشو رأيكم أنتو؟ وشو رأيكم برد بيسان إسماعيل؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.